مدينة تعز التي اشتهرت بأنها مدينة العلم وعاصمة الثقافة اليمنية، وجد طلابها أنفسهم خارج أسوار المدارس في ظل الدمار الذي لحق بها استمرار إغلاقها جراء الحرب الدائرة هناك. التفاصيل في تقرير خليل القاهري. تعز عرفها اليمنيون مدينة للعلم وعاصمة للثقافة اليمنية. اليوم غدت مدارسها أطلالا وبعضها أثرا بعد عين جراء 7 أشهر من المواجهات والعمليات العسكرية. ومع بدء العام الدراسي في البلاد لا متسعة لطلبة تعز في مدارسهم، يتطلعون نحوها ولم يعد منها سوى ذكريات من نشاطاتهم وكتب تعلوها آثار الدمار. معلمات ومعلمون يتطوعون بتقديم الدروس في منازلهم لنسيان واقع المدينة العنيف ولو لساعات. نحن كل الهدف كان نحن ننتشل، ننسي شوية على الأقل طول الليل، ونحن بين الضرب نوصل النهار هذه الساعتين نعيش الوضع غير الوضع اللي نحن فيه. هذا العام الدراسي في تعز يختلف عن أعوام خلت، عام يستغيث فيه السكان والطلبة على حد سواء لإنقاذهم من جحيم الحرب. رحنا المدرسة شخصوا علينا، ما نحنش إيش تبكي علينا، نحن مش دارين كيف نفعل. نستغيث بالأمم المتحدة تغيثنا. وفي ظل هذا الواقع الذي لا أفق فيه لحل قريب، يبدو أن حال الطلبة والسكان سيظل كما هو حتى حين. خليل القاهري، التلفزيون العربي.